ومباريات الكؤوس دائما ما تحضر فيها المفاجآت. شوف الآن، شوف الكرة اللي انقلت، اللعبت وبخطأ بخطأ 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 اعتقد من جحفلي، اللعبت وتسجلت. شوف دياكيتي لعب الكرة، اللاعب الموريتاني لعب الكرة، شوف الخطأ. فيصل درويش أخطأ في عادة الكرة، وأمام دياكيتي تخطئ، وبالتالي يكلف الهلال هدف أول. 1-0 مقابل لا شيء للهلال. والدقيقة كما we'll be right back.
صعب جدا انهم كانوا صراحة يلقوا صعوبات ضد منتخب جنوب السودان. شاهدنا دياكيتي هذا اللاعب نعرفه جيدا، كنت اتوقع انه يكون في فريق اكبر هذا الموسم، شاهدناه الموسم الفارق والموسم اللي قبله كان يلعب في الدوري التونسي مع فريق نادي حمام الانف، لاعب مميز جدا سريع مهاري، عمل صعوبات لكل الفرق الكبرى في الدوري التونسي.